الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي من علينا بجهاد وأسارنا عليه. الحمد لله لأن نحن واقفين في المنطقة إس وهي خالية من العدو تماما. بفضل ربنا سبحانه وتعالى وعزم الرجال استطاعت قواتنا أن تدحر العدو وتبعد خسائر في الأرواح وفي المركبات. في عدد من المركبات للعدو دمرت وفي كمية من القطايس وفي عربات الحمد لله واقفة جاءوا استلموها حية. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحن طالما على قيد الحياة والنازي فيها روح وفيها نفس بينبض نحن وراء العدو لحد ما السودان إن شاء الله يتحرر من كل شيء. والنازي لما طلعت كلها مؤمنة بقضية وعندها قضية والنازي كلها سودانيين وما في زول هنا أجنبي جاي من دولة برا. ومشت في التراب ده ان شاء الله مستعدين كل الرجال اللي غادوا من اجل التراب ده لحد اخر زول فينا باذن الله. الله اكبر الله اكبر. الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله 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 لا اله الا الله. الحمد لله سبحانه وتعالى يعني نصرنا على العدو في المنطقة إكس بفضل عزم الرجال وصلابة وقوة وتكاتف. بحمد الله قدرنا نستلم المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني لم نترك أراضينا هكذا. أي معتدي أي غاشي داير يتحدانا يخش أراضينا يهجر مواطننا نحن ما بنتفق معه. تف نحن له بالمرصاد يرجع محل يمنه لكن داير يجي يحتلنا وداير يجي ياخذ أموالنا وممتلكاتنا وداير يحتصر حرائرنا وداير يحتل أراضينا. والله إلا نحن ما بنكون حيين. متنا يسوي شو دايره لكن احنا طالما حيين باذن الله نحن ان شاء الله نجاهد ان شاء الله من اجل الارض والارض ان شاء الله ومن اجل الوطن. مهما كلف الامر ان شاء الله نموت كلنا يعني بعد ذاك يمكن يقعد في اماكننا لكن طالما يعني نحن حيين لو فضل نفر واحد ان شاء الله يعني في سبيل الجهاد الى ان يلقى الله. قلنا الموقع حقيقه ما موقع حديث ولا زمن زمن حديث. زمن دواس وزمن رد كرام. الله اكبر الجيش ودينا المجاهدين والمستنفرين. يعني الناس عيدت مع هلا الاخرين يحملون الحلوى والخراف والملابس عشان يفرحوا اولادهم. لكن جنودنا وجيشنا البواسل حامل سلاحه ليحمل الفرحه لكل شعب. الفرحة عمت المنطقة إيس وإن شاء الله الإكس وباقي المناطق كلها بإذن الله. السودان كله قريب محرر بإذن الله. يعني قواتنا المسلحة وجيشنا وشبابنا وكل القوات النظامية الآن في الخطوط يحملون هم هذا البلد وهم الفرحة لكل الشعب. نقول بإذن الله طالما هم ديش شبابنا إن شاء الله البلد والسودان والجزيرة كلها محرر. الله أكبر. الله أكبر. نحقق انتصارات في كل المواقع. الله لأنه نحن على حق. وهم على باطل والحق منتصر والباطل مهزوم وإن طال وإن طال عمده بإذن الله الحق الباطل مهزوم بإذن الله والحق منتصر ولو بعد حين ونحن إن شاء الله من انتصار لانتصار. بل دائرين الناس إن شاء الله في فترتهم دي يا جماعة اتقوا الله وانصروا الله طوالي قدام 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 دنقر 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 انت لو ما قاعد جاي الاثنين ده دنقر يا زول دنقر 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 هرك فوق سلام حيا وقف وقف هذا
الليله روعه العيد يا اخوانا، متحرك المناقل الغربي قبض حي. ديل جروا خلوهم استلموا حيين، جايبين لنا شفع تشاديين ومالي ومن النيجر ومن وين؟ ده مصيركم ها؟ ده مصير ايه يا عم الله؟ ده مصير ايه يا عم الله؟ استلام حي الليلة رابع أيام عيد الأضحى المبارك محور المناقل الغربي. زي ما شايفين ده استلام حي، أصبحنا وأصبح الحمد لله. دي فكة الريق ده، أنا ما ينوم يا أخوانا، ما ينوم بإذن الله تعالى، كله زي ما بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى عربية حق المواطنين الخصوصية الدوشكة وتبقى عليهم مخالفات عالية، وكله بيرجع بإذن الله تعالى. انتهت الإقامة العامة في المحور الغربي المناجم. الليلة رابع أيام عيد الأضحى المبارك. الله أكبر، الله أكبر. ربنا هيك يا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنصر يا مصلحة. هاي العارفين هاي. السلام عليكم، بخير يا الله والوطن. ربنا الشهداء ان شاء الله، معاكم باذن الله تعالى بعدين نوم وساكن، واقفاكم قاعدين معاكم هنا متجوزين وماشيين قدام ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى يعني الحاجه اللي حصلت ما حتحصل ان شاء الله. وما تطلعوا من منطقتكم؟ لا 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 نهني الفريق البرهان، نهني الفريق البرهان بمدينة الهدى. ايوه المواطنين لازم المواطنين اهم حاجه راجعين. الان في استقرار وفي امان الله يديكم العافيه ان شاء الله. والجيش متواجد في مدينة الهدى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر. الله الحمد لله.
الله رب العالمين. الان احنا خشينا من ليله الهدى واطمأنينا، والان كل الجيش ما بواجهونا، بخلوا مواقعنا بيجيوكم انتوا ذيل، لكن من هنا وقدامنا احنا معاكم انتوا ذيل. حاجة جايانا دي تجينا اول ناس، احنا بعد احنا نموت حتى تجيكم، لكن طبعا احنا قاعدين معاكم انتوا ذيل. والناس اللي تركناهم ده شغل الله يديلكم هسه الموت على مد البصر. الله ما قدروا يجروهم والله. استلمنا منهم عربات، استلمنا منهم مزرعة، والحمد لله ماشيين لقدام. ثاني من هنا وقدام الحاله الحضر دي ما بتحصل باذن الله. ونحن الان داخل مدينه الهدى وماشيين مستمرين لقدام باذن الله. وعواكم باذن الله. وكل مهرب من اخر فهد قريب ونحن قاعدين باذن الله. الله يديك. ان شاء الله. ان شاء الله. ونحن الحاله دارينا منهم بس دعوات. الدعوات ان شاء الله. ان شاء الله. دعوات الله ان شاء الله. دعواتكم بدل ما صليت ادعي لاخوانك القوات المسلحه في كافه المناطق انه يعني ربنا ينصرنا ويثبت اقدامنا، لان احنا حننتصر بكم انتم ان شاء الله. ربنا معاكم باذن الله تعالى. اي حاجه واجهتكم الزول الجعان المحتاج ليه حيجينا طوال هناك المتحرك، مشكلتك محلوله. الدار ياكل اكل موجود، الدار يشرب الشراب موجود، العيان العارض، اي حاجه دارينها نحن معاكم باذن الله. الله اكبر. اي حاجه دارينها الامانه بس. الامانه ثاني بعد كده نوموا بصر. الله يرد منكم اياها تنوموا بس كبروا حبابكم والله. والزول الداري اللي غادر معانا حبابه والله، ما داري غادر دنوما نحن قاعدين جاهزين. ربنا يقويكم ان شاء الله. الشعب الواحد، الشعب الواحد، الجيش 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 الواحد، الشعب الواحد. الله انتهت والله، انتهت تماما. الزول المغتصب، الزول السارق ما بيحب الموت، داري النعم في الدنيا، عشان كده نحن والله وراه كده حتى ندخل في الطلانه دي باذن الله تعالى. الله اكبر. الله اكبر. واجبنا اتجاهكم انتم. الله اكبر. حاجه نعملها اليوم. الله اكبر. الله اكبر. بعد كده يعني خليكم مطمئنين ونحن قاعدين وما بيجيكم بيا عوجه باذن الله. الحمد لله رب العالمين. الله يجزاكم علينا والله.